معانا الأستاذة رباب. السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة رباب. بعد إذنك يا شيخ، أنا والله قلبي تعبني، عندي 3 مشاكل في القلب، نعم، والكبد تعبني. الدكتور من كام سنة فاتوا قايل لي ما تصوميش، فأنا حاولت السنة صمت 3 أيام. أنت صمت ليه مخالف للدكتور؟ مش الدكتور بيقول لك عندك 3 مشاكل في القلب وكمان عندك مشكلة في الكبد وبتصومي والدكتور قايل لك ما تصوميش؟ ما طب هو الدكتور قال لك ما تصوميش خالص والصوم خطر عليكي؟ ايوه، هو قال لي غلط عليك عشان انا عندي ارتخاء في صمامات القلب. طب الله يكرمك، انت ليه بتصومي على مخالفه امر الطبيب؟ ما انا نفسي اصوم عشان حاسه ان انا مقصره من ناحيه ربنا وكده. ابدا، انت ربنا فاتح عليكي ابواب كتيره غير الصوم، الصلوات والذكر لكن الصوم ده لو خطر عليكي، لا ده انت لو خطر عليكي والدكاتره قالوا ان هو خطر محقق، حرام عليك ان انت تصوم، لان انت كده بتلقي بيديك الى التهلكه. هو مين اللي اباح لك الصيام لما تكوني مريضه؟ مولانا سبحانه وتعالى. طب هو الطبيب قال لك ان انت مش هتصومي خالص؟ قال لي غلط على قلبك عشان عدد القلب خالص، لا خالص، يعني هو قال لك مش هتصومي ابدا طول حياتك. يعني مش حرام ان انا، لا هو قال لك ان انت مش هتصومي طول حياتك تاني، مش كده؟ قال لي عضله القلب ضعيفه وما ينفعش تصومي خالص دلوقتي. ربنا ان شاء الله يقوي عضله قلبك بالنور والبركه والخير ويجمع لك من تمام الاجل والعافيه. اسمعي كلام الطبيب، واذا كان الدكتور قال لك ما تصوميش خالص طلعي عن كل يوم فديه اطعام مسكين ان شاء الله.